بين دقيقة رجعنا لكم مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. بعد شوية باش نحكيو على فيديو دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اللي قديش عدى سعادة لكل المتابعين، علاقة استثنائية تربط زوز أطراف مانيش باش نحكي عليهم، نحكي عليهم بعد ما نعطي الديديكاس. ديديكاس بعثولنا صديقنا مهدوش يقول بمناسبة عيد ميلاد ولدها مالك، متابعة ديوان أفام الوفية عواطف حمدي، تتمنى له الصحة والستر والفرحة وإن شاء الله كل عام وهو بألف خير. إن شاء الله ربي يفضل لك ملوكة يا ربي، وإن شاء الله يا ربي تربى في عزك وتفرح به ديما. يا عواطف نتمنى له كل الخير وإن شاء الله ربي يوفقه في حياته. ونحيو برشا صديقتنا عواطف حمدي، وإحنا توا مباشرة باش نمشيو لفقرة على بكري. على بكري، العلاقة بين الإنسان والحيوان علاقة استثنائية، وساعات نراو حكايات اللي ساعات تفوق الخيال. كان تتفكروا حكاية التونسي هو والكبش، وفما برشا برشا حكايات الفترة اللي تعديت قاعدين نراو في فيديوهات يدوروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. البحار تونسي في علاقة فريدة من نوعها مع دلفين دوفان. الحقيقة من الفيديو ترى قديش فما محبة، وقديش كيفاش ربط هكا الغولاسيون الكبيرة كيفاش يتفاهم معاه. نحكيو على الدلفين إرجاب تودسويت مع البحار اسكندر جميل اللي حاضر معانا بالتليفون. صباح الأنوار اسكندر. صباح الخير عسلامة أختي، صباح النور للناس الكل، صباح النور للبحارة اللي دخلوا من البحر والبحارة اللي خارجين للبحر، والناس اللي ماشية تخدموا ليكيب ديوان أفام. مرحبا بكم. مرحبا بك اسكندر، وإن شاء الله ربي يفتح عليك. من المعمورة أنت اسكندر وكتحية. أصيل ولد المعمورة أختي. ولد المعمورة، تحية من خلالك أنت لكل أهالينا في المعمورة. أنت حييت البحارة مثالش، خلينا نحكي أنت توا داخل البحر ولا بمروح؟ أنا تو ما زلت مش نمشي نخدم على روحي في البحر، نطلع للبحر إن شاء الله. متوكل على ربي، إن شاء الله ربي يفتح عليك ويرزقك من فضل مهنة البحر ونحكيه عليه بعد شوية. أما حكينا شوية على رجب اسكندر. نحكي لك أختي على رجب. هذاك سيدي رجب، أنا عندي عام تو عام ونص نخدم في الشركة هذه، في الشركة نتاع تربية الأسماك. فهمتني بابن خيار، بورت ابن خيار. أنا كي مشيت نخدم غادي لقيته هكا دفا، هذاك يحكيوا لي عليه اسمه رجب، ديجا مسمينه من قبل هما البحارة، مسمينه من قبل حاسيله عنده باسكو جا 10 سنين غادي، خاطر لاقي الماكلة ولاقي الحوت وياكل وكل شيء. وبشوية بشوية بدا هو ما عادش اكسبسيونيل هذا الدفا، هذايا خاطر يجيو برشا دفانات لغاديك ويمشيوا ما يقعدوش، فهمت؟ هذا قعد وبليتو معنا والف شويه معاك الغطاسه اللي يغطسوا في الماء وكل شيء يستانس بهم، ما عادش يخاف، ما عادش ما يخافش معناها. اما بالنسبه معايا انا، انا خاطر عملناه ولا نشوفه ديما نطيشوا له في الحوت من فوق الفلوكه وكل شيء ناكلوا فيه وكل ما انا سناها، قلت خليني نجرب ما نعوم معاه. اول مره خفت الحق نتاع ربي، معناها كبير برشا راهو، فما يعمل 3 متر راهو الدفا هذا. اي ديجا قاعدين نراو في الفيديو للناس اللي تتفرج فينا فيسبوك والا يوتيوب، قاعدين تراو في رجب. اي الحق اول مره خفت شويه، بعديك وقتو سي بون معناها ما يهربش، ياخذ كعبه الحوت من عندي يبعد النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث، بشويه بشويه ما عادش يهرب. وليت نلعب معاه نمدو كعبه الحوت يقعد يلعب، ما عادش يهرب. انا كي نلقى ما نلقاش برشا وقت كي نخدم نلقى 5 مينوت هكاك نعبط نعوم نبرد روحي شنو ونلعب معاه شويه ونرجع نخدم على روحي. انت الوحيد اسكندر اللي هكا غمرت وقلت خليني نجرب، ما فماش بحار اخرين اللي هكا؟ والله فما اصحابي الغطاسه اللي يغطسوا في الماء غادي يعملوا لي كنترول على الشبك وعلى الواحد وكل شيء، ما عاملين دي فيديو هكا. ما اكثر واحد اللي ما نعرفش هكا اللي تغرمت بيه السنه
وزاد والف بيا وكيقيته والف بيا ومعنا ما عادش يهربني وكل شيء. وليت نعمل دي فيديو هكا، قلت نهبط دي ستوري زعما زعما شوية تيك توك نفضلك هكا فهمت. ولا الحكاية سيريس ليه وليت من أشهر أشهر بحار مطلوب في تونس. نتخيل الناس الكل تحب تتواصل معاك وتتفاعل معاك، خطر الحقيقة محليها صحيح العلاقة هذه. أنت تخيلت أنه باش توصل هكا تاخو هكا الشهرة هذه الكل الحكاية؟ لا والله لا، أنا معناها كي نفضلك وبرا نهبط دي ستوري ما تصورت معناها مش يدور على الفيديو مش يدوروا برشا هكا في فيسبوك والحكايات هذه ومستوى الحكاية هكا سيريو فهمتني. به اسكندر باش نتفاعل مع الأصدقاء اللي قاعدين يكتبوا، صديقنا هشام يقول لك رد بالك والله مختر أنت حيوان الدلفين، معناها عطينا شنو الخصوصيه نتاعه وانت ولد بحر يخوف؟ ليه احنا كي نبداو نعوموا كي هكا بوتيتر بارازار هكا رينا برشا دلفين في الفترات اللي تعديت في بحوراتنا في تونس، يخوف ولا ما يخوفش؟ شوف انا هكا حاجه نعرفوها من اللي احنا صغار ونسمعوا بها يقولوا الدلفان صديق الانسان معناها ونسمعوا حكايات على الدفان كيفاش عمل مع الانسان كيفاش انقذ الواحد كيفاش شنو معناها ما نتصورش. اما شنو نعرف حاجه زاد انه عنده لعب كيما نقولوا احنا ماست شويه كي يحب يلعب وكل شيء ماست شويه، ما هذا عمره ما عمل معايا حاجه خايبه ولا حاجه يلعب يدور بيا ياخذ كعبه الحوت نمسح عليه نبشبش بيه عادي ما عمل لي حتى شيء معناها. وكما قلت انت يعني حاجه غريبه انه لي دوفان الاخرين يجيو ويمشيو لكن هو اختار المكان هذاك وقعد قعد يستنى في ويقعد يستنى فيك. نتخيل اسكندر في وقتك تمشي لا هو يعقب لنا راك يسمع حس الفلوكه ماشيه للمزرعه نتاع تربيه الاسماك للفيرما نقولوا احنا يسمع الفلوكه يتبعها يقعد بحذانا حتى نكملوا الخدمة ويقعد تبعها زادة وساعات يقعد نهايرين ثلاثة يمشي للشركة الأخرى خاطر فما زوج شركات هما في حرب نخيار فهمتني، مرة بحذانا مرة بحذا الأخرين وما يلقى الحوت يقعد يأكل هذه اسكندر ورجب الأولاد شكون يعوم معاه معنا سيرتو جوست الغطاسة هكا نجموا يعوموا معاه أي. لكن أنت هكا جزفت بالحكاية هذه. اسكندر أنت متزوج ولا ليه؟ عندك صغيرات ولا ليه؟ متزوج وعندي وليد ربي يفضله. هكا هزيت ولدك نهير شايف رجب تحكي له عليه؟ والله حبيت نهزهم، حبيت نقول للعباد الكل اللي تسمع فيا اللي يحب يشوف لي دوفان هذومنا ينجم يمشي يريزيرفي مع سي شاكيب شتيوي في ابن خيار في الباتوبيرات وينجم يشوف لي دوفان ينجم يشوف رجب زادة حتى رجب ينجم يجي يقربوا بحذا وينجموا يشوفوه وكل شيء ينجموا يدخلوا على الباج بتاع سي شاكيب شتيوي. صح علي سي شكيب دبر ببليسيتي في هاس صح سي شكيب صاحبي وكل شيء وخدم خدمة مصلي على النبي زاد يجيب لي توريست وحيا شوية نعرف في الصيف هذيك الميسرة نتاعكم انتم في المناطق هذه نعرف خاطر تواصلت برشا مع ناس غاديك اسكندر اللي يقولوا يعني تحيا شوية في الفترة هذيك ومن بعد تموت البلاصة وهكا ما فماش حركة كبيرة والحقيقة سمعنا بعد يعني برشا هكا تشكيات كبيره في وضعيات البحاره. ما نحبش نحكي على الجانب الخايب، حبيت نحكي على الجانب الباهي. لكن ما يسالش فرصه ما يسالش اسكندر طالما انت اليوم موجود في وسيله اعلام تونسيه ما يسالش تنجم توصل صوت البحاره وصوت اهالي المنطقه نتاعك وهذايا دورنا احنا اليوم. شنو يحول البحر في الفترات هذه؟ احكي لنا، احكي لنا على مهنه البحار اللي هي مهنه شاقه نتخيل. الحق نتاع ربي راني نشوف في البحارة تعبين شوية البحارة اللي نفهم اللي احنا انا تو هنا خدمة نتاعي حاجة أخرى معناها في شركة تربي الأسماك وكل شيء من البحارة اللي يخدموا ليبر بالشبك نتاعهم وكل تعبين شوية حق تعبين شوية خاطر البحر ما نعرفش شنو اللي صار مع البحر. نسمع نسمع كلام يقولوا الفلايك الكبار الكراكر وكل فزدوه البحر هذايا كوتي وكوتي ثانية فما برشا وسخ قاعد يهبط للبحر معناها قاعد يقتل في برشا حاجات في البحر كيما اونتر بارونتيز نجم وانا نوصل نضم صوتي مع اهالي بن خيار اللي عملوا
وقفة احتجاجية على لوناس اللي هابط في البحر وكل شيء وبتو عملوا وقفة هما على على المزارع متاع تربية الأسماك. ما أنا نشوف اللي المزارع متاع تربية الأسماك ما هيش قاعدة تعمل في خطر على البحر، هني يعني نخدم في وسط ترى مش خطر نخدم أنا فيها. أما منش ما فعلناش وسخ ما عندناش حاجة حاجة معناها جراف. وبيتو راهو حبيت نقول لهم أنا مع أهالي بن خيار راهو وزارة الفلاحة برس كل مدة تبعث أعوان متاحة تهز عينات من البحر باش يحلوها وباش يشوفوا فماش تلوث باش يشوفوا فما برشا حاجات. معناها لو كان جا فما تلوث ولا فما حاجة نتصور انهم يوقفوهم شركات هذم هكا ولا لا. هذه في 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 علاقه بالوضعيه نتاع البحر، وانت اسكندر حكيت على نقطه مهمه تنجم تقول اي هذايا المشكل الاساسي اللي يعانيوا فيها ولاد بني خيار، واللي نعرفوا كي نقول بحار هذاك هو رزق وهذاك هو اللي واقف بيه على عائلته، هذاك هو اللي الوكل بيه صغيرات ويقري بيه صغيرات. فمهم جدا انه نلقاو الحلول للمشاكل نتاع الناس هذوما اللي ما نعرفوهم كان في الصيفيه وقت الهكا اللي نمشي ونصيف ولا باش نمشي ونعملوا جو، لكن مهم انه نحكيوا عليهم ونشوفوا الحلول للمشاكل نتاعهم. اسكندر محليك وما شاء الله عليك وان شاء الله ربي يعينك ربي يفتح مال. عليك سلمنا على رجب اي قل لي يرحم والديك. جست حبيت هكا النقطه هذه نركز معها شويه اختي ايمان على خاطر احنا البحر مش نخسروه، سيرتو احنا نحب نسمي بالاسم بحر بومير بحر المرسى مش يعملوا فيه اللي زيجو ودرا شنو ومتاع المجاري المياه نتاع المطر ودرا شنو ما مش يهبطوه بجنب البرد ديجا بن خيار فيه زوز ولا ثلاثة سد البحر نتاعهم. احنا زاد بحر معمورة حبيت نتكلم باسم الاهالي المعمرية انه البحر نتاعنا زاد مش يفسد، معناها كان ما يلقاوش حل على خاطر هما تو هما مش يعديو نتاع المطر مال المطر هذايا في بومير. تصور انت ماجين مش يهبط معاه برشا وسخ هكا ولا معناها مش بكتيري برشا في البحر ولا فما برشا صغار زاد مرضوا في البحر وهذايا وتاثر معني على الثروه الحيوانيه وتاثر معني تقريبا سيرك العبيد بار اكسبيريونس وصار علينا وصار على اصحابي فما برشا البحر توسخ ولا حتى وليدات صغار ولاو يمرضوا امراض جلديه راهو من الحكايات هذمنا معناها احنا تو مازالت يهبطوا في الـ في الـ في الـ في ليزيغو ودرا شنو الحكايات هذه بعدين بشويه نخسروا فيه بحرنا معناها. مالوغوزمون لهنا نحكيو على افضل ليكوت افضل سواحل الجمهوريه التونسيه، البلاصه الوحيده بتاتر من البلايص اللي تونسا ولاو يهربوا لها في الوضعيه نتاع الشواطئ نتاعنا من احسن البلايص اللي تنجم تعوم فيهم وقت اللي نشوفوا انه اليوم الخطر زاد قاعد يهدد فيها وانه ماشيه مقالها كيما البحورات الكل اللي حكينا عليها والوضعيات اللي فيها. فمهم جدا انه اليوم السلطات المشرفه انها تشوف حلول سواء في علاقة بالأهالي ولهنا قلت لي يعني المتضررين حتى من سكان الأهالي سواء في علاقة بالثروة الحيوانية اللي هي مورد رزق أهالي المنطقة هذيك. فإن شاء الله يتحل الدوسي هذية في أقرب الأوقات. حتى كما قلت أنت فما ناس تسترزق من البحر من داخل من البحر وحتى ولا من برا من البحر في الصيف. احنا تو بلاد معموره شهرين صيف نخدموا فيها عباد كريديار وعباد تخدم وعباد تخدم على البحر معناها ذاك البحر مشى على روحه راهو العباد الكل زاد مشات على روحها. ان شاء الله ربي يحميكم ان شاء الله ربي يفتح عليكم ان شاء الله ربي يرزقكم من فضله. فرحنا برشا بالتدخل نتاعك اسكندر نحيوك برشا نحيو بحاره المعموره برشا نحيي زوجتك بالله قل لي زوجتك اكيد تقول لها كلمه مثالش خاطر هي مرتي كل مره تحب تمشي حبيت نهزها في الطيرات ان شاء الله وتشوف الدوفان ونعومها مع الدوفان ما صادفتش ان شاء الله الصيف الجاي كان عشنا مسيكنا معناها انت منك للدوفان ومرتك ما زلت لتوا اللي شفت ان شاء الله ربي يفضلكم ربي يديم عشرتكم عايشك اسكندر جميل عايشك نهارك اسعد الايام كل شكر ليك الحقيقه حكايه محلاها حلت لنا بتتر ابواب وخليتنا نشوفوا شنية المشاكل اللي يعيشوها اهالي المنطقه هذيك. لكن ساعات هكا
دوكا الفيديو اللي دار برشا اللي خليتنا نزيدوا نحكيوا اكثر على العلاقه اللي تنجم تربط الانسان بالحيوان. فما ناس اللي ما تعطيش القيمه نتاع الكائنات هذيه، لكن فما ناس اللي بالحق تعطي من وقتها وتعطي من جهدها وتعطي من فلوسها. وكانت هذه حكايتنا على بكري لليوم. على بكري بعلى بكري وبرجب الدوفان وصلوا نهاية موعدنا لليوم. من صباح الخير تونس، ميرسي لليكيب الكل، نادية بالحاج في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كل الأصدقاء اللي رافقونا من 6 متاع صباح. احنا ملتقانا غدوة في نفس التوقيت من 6 للسبعة. مبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان زكوحي.